ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء اليوم أحداثا مشينة جدا وتسيء كثيرا إلى سمعة ناديين كبيرين كالرجاء والوداد البيضاويين، بعدما دخل أفراد من جماهيرهما في شجار عنيف أثار الرعب في نفوس المسافرين. الحادث وقع بعدما تزامن تواجد جماهير الفريقين داخل المطار، حيث كان مشجع الفريق الأحمر في طريقهم إلى تونس، بينما الجماهير الخضراء كانت متجهة إلى الكونغو، ليحدث صدام بين بعض أفرادها تحول إلى شجار عنيف استدعى تدخل السلطات الأمنية على وجه السرعة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.